السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يا شباب هنكمل مذكرة قيس للمساعد الصحي، وإن شاء الله رب العالمين هنبدأ من أول سؤال رقم 911. رقم 911 بيتكلم عن which method would you use to take a brachial pulse، يعني بيسأل أو بيقول إيه هي الطريقة اللي أنت هتستخدمها لتاخد أو تقيس النبض العضدي اللي هو البريكيال بولس. احنا عارفين ان طبعا البريكيال بولس ده موجود عند كوع الذراع، وبنستخدم له طريقة البالبيشن اللي هو طريقة الحس أو الجس، أو طريقة الدوبلر يونت، أو بنستخدم الدوبلر يونت. السؤال ده مر علينا قبل كده، هنا الإجابة عندنا رقم B البالبيشن أو الدوبلر يونت. زي ما احنا هنا كده شايفين ده هنا قياس البريكيال بولس من عند البريكيال أرتري اللي هو الشريان العضدي، ماشي، عند منطقة الكوع. وهنا زي ما بيستخدم الدوبلر يونت عشان خاطر يشوف البريكيال بولس. طب هنا عندنا نشوف جهاز البريكيال، وبرضو كنا عرضناه قبل كده لكن هنبص عليه تاني. ده جهاز الدوبلر، آسف، ده جهاز الدوبلر، ماشي. ده القطعة دي اللي عاملة زي القلم، بنحطها على منطقة البريكيال، وهنا بنشغل الجهاز وبيبان البلس على الشاشة. ده بالنسبة لقياس البريكيال بلس، قلنا عن طريق البلبيشن الجس وعن طريق الدوبلر يونت. هنا رقم 912 بقى بيتكلم عن how to measuring radial pulse، يعني ازاي تقيس النبض اللي عند المعصم اللي هو بنسميه النبض. والراديال بلس بيسمى النبض القعبوري، ماشي، اللي بنقيسه عند المعصم زي ما احنا شايفين. وهنا بيقول لك اندكس، ماشي، طريقة القياس. بيبقى الاندكس والميدل أبوف، يعني السبابة والوسطى، ماشي، معنى كلمة اندكس والميدل أبوف يعني صباعين السبابة والوسطى، اند ثمب داون، وصباع صباع الإبهام بيبقى لأسفل، ماشي. احنا زي احنا عارفين احنا بيجي تيز بحط الصباعين تحت الصباعين فوق، وبتسند من تحت بصباع الإبهام زي ما احنا شايفين كده في الصورة. هنا بيقولك بلدك بليس the index and the middle finger at the base of the thumb، يعني هنا هتحط الصباعين اللي هو السبابة والوسطى، ماشي، عند ايه، عند تحت الإبهام بتاع المريض، يعني الإبهام المريض اللي هو صباع الإبهام، ماشي. وهنا بتضع السبابة الوسطى عند ايه، عند المنطقة، عند منطقة مفصل المعصم. عند سلايد داون about 2 سنتيمتر in the groove in the wrist bracing slide، يعني هتضع صوابعك هنا في عند التجويف اللي هنا اللي عند المعصم، ماشي، حوالي 2 سنتي بعيد عن كف الايد، وهتضغط كده بشكل خفيف وبتقيس النبض. طبعا احنا عارفين قياس النبض، ولكن ده ايه الطريقة اللي ممكن تجيلك في الاختيارات. زي ما احنا شفنا كده الاندكس والميدل اباف، ماشي، السبابة والوسطى بيبقى الأعلى، والثمب داون وصباع الإبهام الأسفل. السؤال اللي بعده بيتكلم على الأسايتس بيشنت دايت، يعني الوجبة اللي احنا بنديها لمريض الأسايتس اللي هو مريض الاستسقاء. طبعا احنا عارفين الاستسقاء أو الأسايتس ده بيبقى من ضمن الكومبليكيشن اللي بتحصل لمريض الكبد، ماشي، بيبقى عنده هيباتيتس، عنده تليف كبدي نتيجة التهاب الفيروسي. فالهنا الأفضل وجبة بنديها المريض بيبقى ان احنا يدوه لو دايت، لو سولت دايت، او بنديله وجبه
يعني قليل الملح فيها، أو لو صوديوم يعني اللي الملح يبقى قليل فيها. يعني هنا ده الأسايتس، ده الأسايتس بيبقى عبارة يعني مشكلته إن هو إيه، بيتكون في فلويد سوائل في البروتونيال كافيتي في الغشاء البروتوني، أو بين زي ما كاتب هنا إيه between two layers of peritoneum، يعني بين طبقتين من البروتونيوم، بين طبقتين من الغشاء البروتوني. فلما بيتكون السائل فبيحصل انتفاخ للبطن، والمريض الاستسقاء طبعا ده بيسبب له مشاكل، فلابد ان هو كل فترة تقريبا شهر ان هو يعمل بزل ماشي، ويعني يشيل المية او الفلويد السوائل دي. وطبعا ده على العلاج والدايت، لابد ان هو يبقى الاكل بتاعه قليل الملح. هنا جايب لك برضو بعض الأطعمة المضرة لمريض الليفر ديزيز ماشي، ومنهم طبعا والأسايتس بشكل خاص. هنا بيقول لك الفاتي فودز اللي هي الأطعمة اللي فيها دهون، السكر اللي هو السكريات والستارك النشويات والكحول ماشي ماشي، المشروبات الكحولية والسولت اللي هو الملح، كان increase your risk for liver disease، ممكن يزيد من احتمال الإصابة بمرض الكبد. هنا نشوف السؤال اللي بعده. هنا قبل ما نخش على 914 بيفكرنا بالأدوات اللي بتستخدم في الرعاية الشخصية للمريض. هنا عندنا قلنا اليورينال قبل كده شرحناه، وقلنا اليورينال ده بيستخدم للمريض اللي ما بيقدرش يتحرك من السرير، وبنستخدم اليورينال لو حب ان هو يعمل يورينيشن يتبول، فبنستخدم اليورينال. هنا البيت بان المريض اللي هو برضو هيعمل يورين، او ان هو هيعمل ستول براز برضو، وبنستخدم له البيت بان، ولكن ما بيبقاش عنده كسور، يعني بيبقى شخص طبيعي ومجرد هو ما بيقدرش يتحرك بس بيبقاش عنده كسور، فبنستخدم له البيت بان. انما الفراكشر بان في حالة المريض اللي عنده مشكلة في الهب، في مفصل الهب ماشي، او في مشكلة عنده في البلفك في عظام الحوض، كسر في عظام الحوض، فبنستخدم له الفراكشر بان ماشي. بتبقى زي ما احنا شايفين كده ان هي اوسع من البيت بان ماشي، فبالتالي احنا المريض البيت بان ممكن نخليه في وضع اللي هو السيمي فولر بوزيشن، ان هو نرفع السرير ونحط البيت بان تحته. انما الفراكشر بان بنخلص المريض مسطح في الصباين، فبنحط الفراكشر بان بتبقى ايه شكلها ايه اوسع، او مساحتها اوسع من البيت بان. البيت سايد كومود قلنا قبل كده لو مريض ما بيقدرش يروح لحد الحمام، لكن يقدر ان هو يقوم من على السرير ويقعد على الكرسي ده ويعمل حمام او يتبرز ماشي، فبجانب الحمام، عشان كده سميناه بيل سايد. بعد كده هنخش وشرحنا الحاجات دي قبل كده. وهنا الكومود هات، كومود هات دي لو المريض عاوزين نحسب كمية اليورين اللي بيعملها، فبتتركب على القطعة دي، بتتركب على القعدة بتاع التواليت، والمريض بيعمل فيها حمام وفيها مدرج اهو، فبعد ما بيعمل فيها حمام ما بنخليش المريض يتخلص منها، بنخش نشوف الكمية ونحسبها. رقم 914 when walking a resident a gait or transfer belt is often، يعني هنا لما بنحب ان احنا نقوم بتمشية المريض ماشي، فبيكون هنا عندنا بقى زي ما احنا يعني كنا شرحنا الموضوع ده قبل كده، في حاجة اسمها الجيت او الترانزفير بيلت، يعني حزام النقل او حزام المشي ماشي. ده عبارة ان احنا زي ما رقم دي موجود هنا، بوت اراوند ريزيدنت ويست تو بروفايد واي تو هولد اونتو ذا ريزيدنت، يعني بنحط حزام الوسط ده حزام المشي أو حزام النقل، بنحطه حوالين وسط المقيم أو المريض
حول منطقة الوسط to provide عشان خاطر نوفر أو نوفر وسيلة ماشي to hold on to the reason عشان خاطر نوفر طريقة أو وسيلة إن إحنا إيه نمسك المريض بشكل إيه بشكل أفضل وننقله بشكل إيه آمن بدون إن إحنا مثلا نعمل تحميل على جسمنا وبدون إن إحنا نخاف من إن المريض يحصل له مشكلة أثناء النقل. زي ما إحنا شايفين هنا نفكر تاني ده بالإيه ده البلت ماشي أو الحزام اللي هو بتاع الترانزفير بتاع النقل أو بيسموه ترانزفير بلت أو الجيت بلت. حزام النقل أو حزام المشي ويبقى زي ما احنا شايفينه بالطريقة دي ومجرد ان احنا بنخلي المريض يقعد على جانب السرير وبعد كده بنلف الحزام وبنبدأ نشده ويكون ظهرنا مفرود والمريض نقدر نوقفه وننقله لو هنحطه على كرسي متحرك أو ممكن يمشي بضع خطوات يعني خطوات ايه قليلة لو حبينا ايه نمشي. ده هنا في قبل ما نسيب الصور في هنا ده الفرق بين الريجولار باند ماشي والفراكشر باند. هنا في الريجولار باند ده المريض بيبقى زي ما شايفينه قاعد كده ماشي وبنحط الباند بالطريقة دي بيبقى الجزء الضيق من الأمام والجزء الواسع من الخلف. هنا في الفراكشر باند بيبقى المريض نايم ماشي على ظهره ما بيتحركش عشان الكسر اللي عنده وهنا بنحط البيد بان العصرية يعني بنحطها بشكل معكوس بيبقى الجزء اللي هو ضيق من الخلف والجزء الواسع من ايه من الامام بحيث ان هو ايه وضع المريض ان هو مسطح ومش إيه مش قاعد زي في العصرية العادية. حبينا بس ايه نوريكم الايه الفرق بين البيد بان العادية والفراكشر بيد بان. بعد كده يتكلم في 915 على ريزيدنت هاز دايابيت لو مريض أو مقيم عنده دايابيت يعني عنده مرض السكري which of the following is common sign of a low blood sugar يعني اللي هنا العلامة الشائعة في حالة انخفاض نسبة السكر في الدم يعني اللي هو ايه نسبة انخفاض السكر انخفاض نسبة السكر في الدم اللي هو الهايبوجلايسيميا انخفاض نسبة السكر في الدم الهايبوجلايسيميا. فهنا في الحالة دي بيبقى اكتر علامة شائعة وهي الشيكنس ماشي الشيكنس رقم بي وهو الاهتزاز او ان هو المريض بيخش في رعشة بسبب طبعا ان هو الطاقة بتاعت الجسم بتقل والمريض نسبة السكر قليلة فبيحصل له رعشة او اهتزاز ماشي زي ما احنا ايه هنشوف في الصورة كده انه ايه ممكن يحصل ايه اهتزاز لأطراف الجسم بشكل ايه بشكل ادق او ان هو ايه الجسم المريض كله ايه يرتعش بسبب ايه انخفاض نسبة السكر في الدم. هنا زي ما احنا شايفين كده الهايبوغليسيميا اللي هو البلاد جلوكوز بيبقى اقل من 40 ماشي الساينز والسيمتومز العلامات والاعراض ان هو شاكي بيبقى ايه مرتعش سويتي يعني ايه عرق غزير بالبيتيشن يعني ضربه القلب بتبقى سريعه نيرفس يعني ايه بيبقى مضطرب و يعني نيرفس ماشي عصبي وتنجلينج يعني بيبقى فيه زي نظام ارتعاشة في الشفتين هو اللسان ومبقاش قادر يتكلم والهنجري بيبقى حس بالجوع شديد والويكنس الضعف والفيجن تشانج يعني مشاكل في الرؤية ريتابوليتي معناها ان هو مش قادر ان هو يبقى واعي بشكل دقيق للي حواليه والديفيكولتي سبيكينج طبعا قلنا مشاكل في الكلام والهيدك الصداع والبرسوناليتي تشينج يعني بتبقى يعني اعصابه مش على بعضها او ان هو مش قادر يتحكم في اعصابه والكوما والسيزر ان هو في الاخر ممكن يخش بغيبوبه وتشنجات. فهنا دي اعراض
الهايبوغلايسيميا، وياريت إن انتوا ايه تكونوا عارفين أو واخدين بالكم منها، لأن ممكن إن هو يكرر منها أسئلة في الامتحان. هنا رقم 916، when feeding resident frequent coughing can be a sign the resident، يعني هنا لو أنا في حالة إن المريض feeding، يعني حالة إطعام المريض ماشي أو المقيم، فلو هو لقيناه بيكح بشكل متكرر ده يكون علامة لل having difficulty swallowing، يعني إن هو كده عنده صعوبة في البلع، يعني عنده إيه صعوبة في البلع، فبالتالي بنوقف الحالة دي الفيدنج، بنوقف الأكل، وممكن نعمل نطلب مساعدة ماشي، أو طبعا إيه زي ما قبل كده قلنا نعمل ضربات البط أو إيه نلحق المريض. هنا رقم 917، when a person is admitted to the nursing home، لو الدخول عند دخول الشخص عند دخول شخص إلى دار رعاية المسنين اللي هي nursing home، the nurse aid should expect that the resident will، يعني يجب على مساعدة التمريض ماشي أو مساعدة التمريض أن يتوقع إن المقيم بقى أو الشخص ده هيعمل إيه بقى ماشي، إن الشخص ده هنا الإجابة رقم C experience a sense of loss related to the life change، يعني لابد إن مساعد التمريض يتوقع إن الشخص أو المقيم هي يحس ماشي أو يجرب يبقى عنده تجربة الإحساس بالفقد، هنا كلمة loss الفقد أو الخسارة ماشي related to the life change، نتيجة تغير الحياة، يعني نتيجة إن هو كان عايش حياة معينة ولما دخل دار رعاية المسنين ماشي بدأ إن هو إيه يعني إيه يشوف حياة تانية أو إيه أو إن هو مطلوب منه يتعود على إيه حياة أخرى، فهو بيحس إيه بفقد طبعا العائلة بفقد أصحابه، فنتيجة تغير الحياة اللي كان فيها. رقم 918، 918 هنا بيتكلم على resident wife recently died، يعني الشخص أو المقيم زوجته توفيت حديثا ماشي، زوجة أحد المقيمين توفيت حديثا، والresident is now the resident is now staying in his room all the time and eating very little ماشي، يعني ايه والشخص ده اللي توفت زوجته قاعد وفي الغرفة بتاعته طول الوقت وبياكل كميات قليلة ماشي، the best response by the nurse aid is to، يعني افضل استجابة او افضل رد فعل من مساعدة التمريض او مساعدة التمريض ان هو يعمل ايه بقى في الحالة دي، هيبقى عندنا الاجابة رقم C understand the resident is grieving and give him a chance to talk، يعني ان هو نفهم او يبقى متفاهم ان المقيم ده في حالة حزن ماشي، ويديله فرصة ان هو ايه يعبر عن نفسه في اقرب وقت، يعني ان هو يعبر عن نفسه ويتكلم زي ما قلنا قبل كده ان ايه لو هو عاوز يتكلم ماشي بتديله فرصة يتكلم، ولو هو مش هيتكلم فانت ايه بتحترم صمته وتنتظر لحد ما يبدأ ان هو ايه يتكلم. بعد كده السؤال رقم 919، a resident gets dressed and come out of his room wearing shoes that are from two different pairs، يعني هنا المقيم لبس ماشي وخارج من الغرفة بتاعته ولابس حذاء في فردتين مختلفين ماشي، في فردتين مختلفين، هنا the nurse aid should، يعني مساعدة التمريض أو مساعدة التمريض عليه بقى يعمل ايه في الحالة دي، هنا هيبقى أفضل حاجة إن هو ask if the resident release that the shoes don't too much، يعني هنا هي ايه يعني يلفت انتباه المريض بطريقة يعني لطيفة عن طريق ان هو هيسأله هل انت
مدرك إن إيه إن أنت لابس فردتين مختلفين. هنا بيقول لك أصق يسأل المقيم إذا كان يدرك أنه إيه أن الحذاء غير متطابق وإن إيه الفردتين مش زي بعض. فهنا بيلفت انتباهه إيه بطريقة لطيفة بدون إن هو إيه يجرحه أو إن هو يسبب له ألم نفسي. تمام. رقم 920 when a resident refuse a bed bath. ماشي، هنا المقيم رافض ان هو ياخد الشاور او ان هو الاستحمام بتاعه البيت باث. The nurse aid should يجب ده على الممرضة المساعدة. زي ما احنا قلنا قبل كده لو فاكرين في سؤال كان بيقول ان المقيم برضك بيرغب في النوم ومش عايز ياخد البيت باث بتاعه، مش عاوز يستحمى، فقلنا ساعتها ان هو مساعد التمريض يأجل الاستحمام لوقت اخر. هنا نفس البردك القصة ونفس الاجابة wait a while and then ask the resident again، يعني هينتظر فترة وبعد كده ايه يسأل المقيم مرة تانية، يعني عن ايه عن ان هو ايه ياخد الشاور بتاعه او الاستحمام بتاعه، بحيث ان هو في الفترة دي ان هو ايه يبقى غير رأيه. يبقى عندنا اجابة رقم B wait a while يعني انتظر قليلا and then ask the resident again واسأل المقيم او المريض مرة اخرى. رقم 921 when a resident is combative and trying to hit the nurse aid. هنا في عندنا مقيم ماشي combative يعني عنيف او ان هو ايه شخص غير يعني لطيف ماشي، و trying to hit the nurse aid بيحاول ضرب مساعد التمريض. It's important for the nurse aid to يعني في الحالة دي بقى ايه من المهم لمساعد التمريض يعمل ايه. هنا طبعا هيبقى الحل ان هو step back يعني هياخد خطوة للوراء to protect self from harm ماشي عشان يحمي نفسه while speaking in a calm manner يعني هياخد خطوة للوراء عشان يحمي نفسه ويلطف أو يتكلم بصورة لطيفة أو بأسلوب لطيف وهادي بحيث إن هو يعني يبدأ إن هو يهدئ من انفعال الريزيدنت المقيم وفي نفس الوقت يحمي نفسه. ماشي، ده أفضل حل يعمله النيرس إيد في الحالة دي. رقم 922 بيتكلم عن اللي عن during lunch in the dining room يعني أثناء الغداء في غرفة الطعام. ماشي، a resident began yelling and threw a spoon at the nurse aid. مقيم بدأ ماشي مقيم بدأ يصرخ بصوت عالي وألقى المعلقة ماشي على مساعد التمريض. فهنا the best response by the nurse aid is to هيبقى أفضل رد فعل أو استجابة لمساعد التمريض هيبقى عندنا الإجابة remain calm and ask what is upsetting the resident. هيبقى إن هو يظل هادئ ويتحكم في أعصابه ويسأل الريزيدنت المقيم يعني عن الايه عن الشيء اللي هو ايه مسبب له ازعاج فيعرف منه السبب اللي عمل له ايه هذا الانفعال. لكن هيبقى بقية الأسئلة مش اقل يعني من هذا من هذا الإجابة. هنا بيقول لك رقم بي جاين موفينج اول اذر ريزيدنت فروم ذا دايننج روم انه يطلع بقية المقيمين من الدايننج روم من غرفة الطعام. طبعا هم بيطلعوا ذنبهم ايه ان هم يبطلوا اكل. اس كولد ذا ريزيدنت اند اسك ريزيدنت تو ليف ذا دايننج روم immediately يعني هتأنب المقيم وتخليه يسيب غرفة الطعام
ده طبعا مش حل. remove the resonant blade and fork والنايف والكب so there is nothing else to throw. يعني هتاخد منه كل حاجة، الطبق والشوكة والمعلقة والسكين والكوب، كل حاجة، بحيث ان هو ميبقاش معاه حاجة يرميها. في الحالة دي برضو مش الحل الأمثل، لكن الحل ان انت بتبدأ هادي وتبدأ ان انت ايه تحاول توصل للسبب اللي يخليه منزعج، وتبدأ تعالج هذا ايه السبب. رقم 923 while walking down the hall a nurse aide look into a resident room and see another nurse aide hitting a resident. يعني مساعد تمريض، او انت ماشي هنا بيقولك انت ماشي في الهول، في يعني الممر اللي بين الغرف، فانت لقيت مساعد تمريض او مساعد تمريض بيقوم بضرب مقيم او بيعتدي عليه. هنا النيرس ايد از اكسبكتد تو، يعني من المتوقع من مساعد التمريض اللي شاف الواقعة دي، من المتوقع منه يعمل ايه بقى في الحالة دي. فلو انت شفت حاجة زي كده على طول انتر، هيبقى رقم بي انتر ذا روم immediately to provide for the resident safety. يعني هتدخل الغرفة على الفور في الحال، وهتبدأ ان انت تؤمن سلامة الريزيدنت، سلامة المقيم ده، وتحميه من مساعد التمريض. ماشي، فالحالة دي لابد ان انت تسارع قبل ان يحصل اي مشكلة للريزيدنت، وبالتالي يحصل مشكلة للايجنسي اللي هي المكان نفسه، هيبدأ ان هو يتضرر. رقم 924 هنا بيتكلم على which of the following 924 which of the following is true about caring for a resident who wears a hearing aid. هنا دلوقتي يقولك أيا مما يلي يكون صحيحا فيما يتعلق برعاية مقيم، والمقيم ده بيرتدي سماعات أذن. تيجي تعمل رعاية أو تعمل خير لمقيم بيرتدي سماعات أذن، فهتعمل إيه بقى في الحالة دي؟ هنا هيبقى عندنا رقم B، ويمكن قلناها قبل كده remove the hearing aid before showering، هتشيل سماعات الأذن دي قبل قبل الشاورينج، قبل استحمام. ويمكن قلناها ساعة ما ما تيجي تعمل تسرح شعر المريض أو فتويل، أو تيجي تسرح شعر المريض والمريض حاطط برضو سماعات أذن، فأنت هتشيل سماعات الأذن بحيث إن هي لا تعوق إن أنت تعمل تسريح لشعر المريض. هنا عندنا رقم 925 A resident has an indwelling urinary cluster. يعني مريض عنده قسطرة بول داخلية، يعني مركب قسطرة بول داخلية. while making round ماشي، وانت بتعمل راوند يعني بتلف على المرضى، the nurse aid notice that there is no urine in the drainage bag. يعني وانت بتلف على المرضى وبتتفقد احواله، فملقتش بول في كيس جمع البول، ملقتش اي بول نازل في كيس جمع البول. the nurse aid should first على مساعدة التمريض بقى ان هو في الحالة دي يعمل ايه. هيعمل ايه بقى؟ طبعا كل الاجابات هتبقى غير صحيحة. هنا بيقولك اول حاجة ask the resident to try urinating، يعني هتسأل المريض انه يحاول يتبول. طبعا دي قسطرة بولية، يعني المريض ملوش دعوة بالurinating، بالتبول دي هي كده بتسحب من الداخل. over the resident fluid to drink، يعني يخلي المريض يشرب او يشرب سوائل كتير. طب ممكن يكون اصلا المريض ما بياخدش سوائل عن طريق الفم، او ان هو مثلا يكون بياخد محاليل وكده اوريدي، يعني مش محتاج محاليل او مش محتاج فلويد. ورقم دي برضك اللي هو obtain new urinary drainage bag، يعني مش الحل ان انت تجيب كيس جمع بول، يعني مش كده، مش كيس جمع بول،
لكن ممكن يكون عندنا هنا حاجة اسمها كينك. كينك اللي هي ايه؟ يعني ان ايه القسطرة تبقى مثلا معوجة او فيها متنية، فايه تشيك فور كينكز ان ذا تيوب، يعني هتشوف لو في اي انسناءات في ايه في التيوب. يعني احنا عندنا هنا ده مثلا شكل التيوب اهي، هنا دي حاجة اسمها كينكز، الحاجة الجزء المتني ده اسمه كينك، يعني ايه انسناء. فطبعا لو القسطرة المريض بيتحرك أو حد بيعمل له خير فالتالت القسطرة لأي سبب من الأسباب، فممكن توقف طبعا إيه إن إيه توقف إن البول ينزل في كيس جمع البول. أو طبعا إيه ده غير بقى إيه الإجابة دي، ممكن أنت برضه تشوف لو في تسريب من حوالين القسطرة، لو القسطرة مسدودة بأي طريقة ماشي، فأنت بتشوف أي كينكس أي إيه أي مشكلة في الإيه القسطرة. الرقم 926 resident who incontinent of urine، يعني مريض أو مقيم عنده سلس بول بيتبول لا إراديا، has an increased risk of developing، يعني بيبقى معرض بشكل كبير لإن هو يحصل له إيه بقى. هنا يمكن قلناها قبل كده برضك إن المريض اللي عنده سلس بول يبقى اكتر حاجه بيبقى بيحصل حاجه اسمها سكن بريك داون، انها قبل كده انه انهيار في السكن في الجلد، وطبعا بيعمل حاجه اللي هي البريشر سورس ماشي، بيعمل اللي هي ايه تقرحات الضغط او اللي هي بنسميها قرح الفراش، دي اكتر حاجه بتحصل لان طبعا بسبب البول بيجي على الجلد، والبول بيبقى فيه مواد زي مواد كيميائيه ضاره، فاللي بيعمل مشاكل تقرحات دي الكلى. فالإجابة هنا البريشر سورس رقم 6. رقم 927 a resident is on a bladder tearing program، هنا مريض أو مقيم بنعمل له برنامج إعادة تدريب المثانة ماشي، يعني نظام إعادة تأهيل rehabilitation للمثانة. The nurse aide can expect the resident to، يعني المساعد التمريض لابد ان هو يتوقع ان المقيم ده هيعمل ايه، يعني يعتبر ايه البرنامج ده هيبقى فيه ايه. هنا رقم دي هيبقى have a schedule for toileting، يعني ان هو المريض هيتحط له جدول في التواليتنج في ذهابه للحمام ماشي، هيبقى تحط له جدول في ذهابه للحمام. احنا عندنا المرضى اللي بنعمل لهم اعادة تأهيل للبلادر للمثانة بيبقى عادة او اكتر حاجة بعد ما احنا بنشيل قسطرة البول، فالمريض متعود ان خلاص اتعود بقاله فترة على قسطرة البول، فبيحصل نظام ويكنس ضعف في البلادر ماسلز في عضلات المثانة، فبنبدأ ان احنا عشان نقوي العضلات دي نقول للمريض مش اول ما تحس انت عاوز تخش الحمام ماشي ان انت ايه تروح الحمام، حاول تمسك نفسك شويه ماشي، بحيث ان انت ايه العضلات دي تبدا ان هي ايه يعني تبقى اقوى، بحيث ان هو ايه المريض يبدا ان هو يتحمل لفترات اطول من ان هو ايه المثانه تتملي بشكل اكبر. فبنعمل له سكيدول، بنعمل له جدول. يبقى الاجابه هنا عندنا رقم دي. بعد كده 928 when using personal protective equipment، لما بنستخدم معدات الحماية الشخصية اللي هي اختصارها الـ PPE، the nurse aid correctly follow standard reclusion when wearing، يعني هنا الممرضة بتتبع الاحتياطات القياسية بشكل ايه بشكل صحيح ماشي، بشكل صحيح عند ارتداء ايه بقى ماشي، يعني هي ايه ده الاحتياطات القياسية، لما بتيجي ترتدي اي جزء من ايه من المعدات الشخصية. هنا هيبقى اكتر حاجة ان هي بترتدي بتاخد الاحتياطات القياسية ان هي ترتدي الجلافز تو ريموف ريزيدنت بيد بان، لو مريض حطينا له البيد بان حطينا له القصرية ماشي اللي هي ايه عشان يتبول او ان هو يتبرز فيها،
فهنا طبعا لما بتيجي تشيل الجبان فبترتدي ايه الجلافز، بترتدي الجوانتيات عشان تشيل الجبان، تمام. لكن هنا هيبقى كل الحاجات، بقية الحاجات دي ان هو ايه هتبقى اقل اهمية او اقل احتياطات قياسية من ايه ان هو الممرض يرتدي القفازات او الجلافز لما بيعمل ريموفنج، بيزيل البيت بان من تحت المقيم. رقم 929، as a nurse aid begin his or her assignment، يعني دلوقتي المساعد التمريض بدأ يعتبر الأسايمنت، يعني بدأ العمل بتاعه أو إن هو بدأ الشيفت بتاعه، ماشي. Which of the following should the nurse aid do first، يعني هو دلوقتي بدأ إن هو الشيفت بتاعه مساعد التمريض، فبيقول لك أيا مما يلي لابد على مساعد أو يجب على مساعد التمريض إن يفعله أولا. هنا أول حاجة لو في رقم C هنا هيبقى لو في resident has called for assistance to get off the toilet، هنا عندنا لو في مقيم ماشي وبينادي على حد يخرجه من الحمام أو يقومه يعني من على القعدة بتاع الحمام ويخرجوا من الحمام، فهنا هنعمل على مساعد التمريض ان هو يعمل له assisting يعني يساعده. هيبقى عندنا رقم C assist a resident that has called for assistance to get off the toilet، ان هو يساعد المقيم اللي بيطلب المساعدة للخروج من الحمام. رقم 930، to help prevent the spread of germs between patients، للمساعدة في منع انتشار الجراثيم بين المرضى، يعني المساعدة في انتشار منع العدوى يعني بشكل عام بين المرضى. النيرس ايد شود، يجب بقى على مساعدة التمريض ان هي تعمل ايه بقى. هنا هيبقى عندنا رقم بي اللي هو hold supply with linen away from their uniform، ماشي. ان المساعدة التمريض لما بتمسك الادوات الملوثة او اللينن الملايات الملوثة فبتمسكها بشكل بعيد عن اليونيفورم، عن اللبس بتاعها، فبالتالي لما هي تيجي تختلط بحيث ان الملايات الملوثة والادوات الملوثة دي لا تنقل العدوى للبس المساعدة التمريض، فلما تيجي تختلط مع مريض آخر لا ما تنتقلش العدوى دي. فمن المهم جدا إن أكتر عدوى أو أكتر إنفكشن بتبقى موجودة في السبلاي الملوثة واللينن الملوثة، إن أنت إيه ما يجوش على هدومك ويكونوا بعيد عن إيه عن الملابس بتاعتك، ماشي. لكن هنا عندنا الوير جلافز وين تاتشينج ريزيدنت، ده انت بتلبس الجوانتيات، فهنا برضو ده شيء روتيني، ماشي. الوش هاند فور ات ليست 2 مينيت، فتغسل ايديك مدة دقيقتين، يمكن ده طبعا احنا غسيل اليد بيبقى اقصى حاجة دي اللي هو الصحي او الروتيني. هنا الورن ريزيدنت ذات هولدنج هاند سبريد جيل، يعني ان هما ايه المرضى ما يخلوا بالهم وهم مثلا ممكن ينقل العدوى بايديهم، فطبعا هنا المريض ما بيتحركش وليس له اي دور بشكل كبير. لكن هنا زي رقم بي اللي هو افضل اجابة ان هو ايه يمسك المساعد التمريض يمسك الادوات والملايات الملوثة away from their uniform، بعيدا عن ايه الملابس بتاعتهم. رقم 930 هيبقى ال 931 بيتكلم when a sink has hand control fluids or fluids the nurse aide should use
ماشي، هنا بيتكلم على ال 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 لو في حالة، بيقول لك عندما يحتوي الحوض على صنابير يدوية. ماشي، عندما يحتوي الحوض على صنابير يدوية يعني انت لابد ان انت تفتحها وتقفلها بايدك. ماشي، the nurse aid should use، في حالة دي بقى المساعد التمريض لابد ان هو يستخدم ايه، لابد ان هو انت لما تيجي تفتح الحنفية كده كده بتفتحها بايدك، لأن أنت بتبقاش لسه غسلت إيدك، فبتفتحها بإيدك عادي مفيش أي مشكلة. لكن لما بتيجي تقفلها، ماشي، هنا إيه، هيبقى بيبر تاول تو تيرن ذا ووتر أوف، يعني بتستخدم منديل ورق، ماشي، أو منشفة ورقية لإغلاق الصنبور أو إطفاء الماء. يبقى عندنا رقم بي، استخدام منشفة ورقية لإطفاء الماء أو إطفاء الصنبور أو غلق الصنبور باستخدام منشفة ورقية، تكون غسلت إيدك ومش عايز تلمس اللي الصنبور اللي هو حنفية المية، فبتستخدم منشفة ورقية. السؤال اللي بعد رقم 932، when moving a resident up in bed who is able to move with residents، يعني هنا لما بنيجي نحرك مقيم في السرير وعاوزين نرفعه لفوق، والمقيم ده بيبقى قادر على ايه، ان هو يعني يساعد في الحركة او قادر على الحركة. هنا the nurse aid should، هنا على مساعدة التمريض او مساعد التمريض يعمل ايه بقى. هنا هيبقى عندنا الاجابة رقم دي، bend the resident knee and ask the resident to push with his or her feet. يبقى هيجب هنا على ايه، مساعدة التمريض، يعني هنا ان انت ايه هتطلب منه ان هو يتني ركبته، ماشي، او انت تتني له ركبته، وهتسأله ان هو يدفع نفسه باستخدام ايه، باستخدام رجله، ماشي، هيدفع رجله يدفع نفسه باستخدام رجله اللي هي ايه اللي متنية. هنشوف هنا صورة ل زي ما احنا شايفين كده، ask resident to bend knees، يعني هتسأل المقيم ان هو يتني ركبته، ماشي، و brace feet on matters، وان هو ايه يعني ايه يضغطهم، ماشي، بعد ما يتنيهم يضغط رجليه على الايه على الماترز على المرتبة، and push feet on the count of three، يعني تقول له هعدي معاك لحد ثلاثة، اول ما نوصل لثلاثة ايه انا هشد لفوق وانت ايه وانت تضغط نفسك او تسحب نفسك لفوق معانا، ماشي. وبعد كده بنحط بيلو يعني مخدة تحت ريزيدنت هيد، تحت راسه، وممكن ان احنا برضو عشان خاطر المريض لا ينزلق لأسفل، ممكن نرفع ظهر السرير او الجزء الخلفي من السرير بنتنيه برضو بحيث ان هو لا ينزلق لأسفل. رقم 933، the resident weight is obtained routinely as a way to check the resident، يعني احنا بشكل روتيني بنعمل قياس لوزن المريض عشان خاطر كطريقة لفحص، ماشي، عشان كطريقة لفحص ايه بقى، هيبقى عندها رقم C النوتريشن اند هيلث، يعني نشوف النوتريشن، نشوف التغذية صحيحة للمريض، ماشي، والهيلث صحة المريض بشكل عام، ماشي. يبقى هنا ايه سبب ان احنا بنوزن المريض بشكل روتيني، ان هو ايه نطمن على النوتريشن، على التغذية والهيلث صحة المريض. رقم 934، which of the following is a right that's included in the resident bill of right، يعني بيقول لك ايا ممن يلي يعتبر حق من يعني يعتبر حق من حقوق الايه المريض، حاجة اسمها resident bill of right اللي هي وثيقة حقوق المقيم. فهنا عندنا الحق للمريض ان هو ايه to make decision and participate in own
كير، يعني المريض له الحق إن هو يكون أو يعمل قراراته أو يشارك في قراراته، ويشارك برضو في الرعاية الخاصة به، يعني يكون عنده مساحة لاتخاذ القرارات والمشاركة في الرعاية الخاصة به. ماشي، ودي طبعا من حقوق المريض ان هو ايه يكون عنده حرية اختيار القرار الخاص به فيما يخص صحته والإجراءات الصحية اللي بنعملها معه. رقم 935 which of the following is observed as a sudden change in the resident، يعني بيقول لك أيا مما يلي إذا لوحظ يعتبر تغير مفاجئ ماشي في حالة المريض. ماشي، يعني لو إحنا لاحظنا هذا الشيء هنقول إن هو طبعا تغير مفاجئ أو تغير خطير في حالة المريض. is considered a possible warning sign of stroke، ولو لقينا هذه العلامة بتعتبر علامة تحذير للسكتة الدماغية. ماشي، هنا هيبقى عندنا الـ slurred speech، وهو ايه اللي هو الكلام المتداخل او الكلام المتقطع. ماشي، يعني ان المريض بيبقى ايه بيجي يتكلم فبيبقاش عنده قدرة على الكلام بشكل طبيعي. slurred speech يعني ايه الكلام اللي هو ايه داخل في بعضه المتداخل. وهنا لو نفكركم ببعض العلامات او العلامات اللي احنا خدناها قبل كده بتاعة السكتة الدماغية، وقلناها مجموعة في كلمة فاست ساعتها قبل كده، قلنا كلمة فاست دي بتدل على العلامات لعلامات السكتة الدماغية. قلنا الفيس ask the person to smile doesn't side does one side of the face droop، يعني لو قلنا المريض ان هو يبتسم هنلاقي ان في جزء من الوجه ماشي في نظام ايه في نظام سقوط او عدم قدره ان هو ايه يحركه بشكل صحيح. ماشي، الارم لو قلنا له ارفع ايدك الاثنين ممكن نلاقي جهه معينه الذراع فيها بتبقى ايه مش قادر انه يرفع ايده لفوق. speech هنا نقول ايه لو اتكلمنا مع المريض نلاقي ان الكلام قلنا ايه slurred or strange يعني كلام متداخل، او ان هو ايه strange يعني كلام غريب مش قادرين ان احنا نفهمه. هنا كلمة التي ده حرف التي اللي هو طيب، يعني لو انت شفت العلامات دي على طول بتبقى ايه ده وقت ان انت ايه تتصل بالطوارئ بسرعة ان انت ايه المريض ده يروح المستشفى. وسبب الاستروك لو نفكركم بيه ان هو ايه السكتة الدماغية او بيسموها CVA السيريبرو فاسكولار اكسيدنت، بسبب اللي بيحصل رابشر بيحصل تمزق في بعض الاوعية الدموية في الدماغ، فالرابشر ده التمزق والنزيف ده بيعمل زمزم كتلة دموية بتضغط على ايه على جزء من المخ فبتعمل سكتة دماغية. او لو بيحصل بروكاج يعني ان وعاء دموي بيحصل له انه ينسد فبالتالي الدم ما بيوصلش لجزء معين من المخ فبيحصل السكتة الدماغية. رقم 936 considering the resident activity which of the following sets of vital signs should be reported to the charge nurse immediately. ماشي، يعني هنا بيقولك بغض النظر عن نشاط المقيم ماشي او ان احنا ايه نضع في الحسبان، هنا considering يعني نضع في الحسبان او ننظر لنشاط المقيم. بيقولك ايا مما يلي لو حصل تغير في العلامات الحيوية فيجب إبلاغ الممرضة المسؤولة فورا أو الممرض المسؤول فورا. هنا في اللي عندنا هنا بعض العلامات الحيوية جايب العلامات الحيوية أربع
علامات حيوية. فهنا جايب لنا أول حاجة رقم إيه في حالة الريستنج، يعني المريض مرتاح نايم في السرير مفيش أي نشاط وما بيعملش أي حاجة ولا أي مجهود. فهنا درجة الحرارة اسمها لنا 98.6 ماشي فهرنهايت، فهي دي بتساوي 37 درجة مئوية سيليزيوس. ولينا البلس بتاعه النبض 98 والريسبيريشن 32. يعني هنا من غير ما نكمل بقية العلامات الحيوية عندنا هنا البلس مرتفع والتنفس 32، يعني أعلى إيه؟ أعلى حاجة. فهنا دي بنبلغ إيه؟ دي أكتر حاجة هنبلغ بيها الممرض أو الممرضة المسؤولة. لكن بقية العلامات الحيوية هنلاقي إن مثلا التنفس أقل ماشي في بقية العلامات الحيوية، وفي هنا البلس 72، رقم دي 72 يعني طبيعي، لكن هنا عندنا البلس عالي والتنفس عالي. ممكن درجة الحرارة مش عالية قوي، ولكن برضو في هو في حالة الراحة ودرجة الحرارة 37، يعني ممكن لو لو عمل أي مجهود هتزيد أكتر من كده. فدي رقم إيه لو في حالة الراحة ولقينا درجة الحرارة 98.6 فهرنهايت والبلس 98 والريسبيريشن تنفس 32. بعد كده رقم 937، which of the following should a healthy assistant take when caring for a sick patient؟ يعني بيقول لك أيا مما يلي يجب أن يتخذه، يعني إيه القرار اللي يجب أن يتخذه المساعد الصحي عند رعاية مريض مصاب هنا هاردنس أوف هيرينج، يعني إيه مصاب أو عنده صعوبة في السمع. هنا لو بيتعامل مساعد الصحي مع مريض عنده صعوبة في السمع، قلنا بكده ومرت علينا بكده، قلنا facing the patient at eye level، يعني وانت بتكلمه هتبقى باصص له ماشي واتجاه نظرك لنظره بشكل مباشر، فبالتالي يبقى عارف ان انت بتكلمه ويدرك ان انت بتكلمه عن طريق تلاقي العينين. يعني maintaining the eye contact ماشي الحفاظ على التواصل البصري ماشي الـ eye contact and speaking slowly، يعني تتكلم بشكل بطيء او بشكل هادي. وزي ما احنا برضو عارفين برضو لو واحد عنده صعوبة في السمع ممكن انت برضو غير ان انت تتكلم بشكل بطيء ان انت ممكن ترفع من صوتك شوية مع زي ما قلنا التواصل البصري. رقم 938، visitor at the hospital asked the health assistant about a specific patient. ماشي يعني هنا في زائر دخل المستشفى ماشي وسأل المساعد الصحي عن مريض معين ماشي and whether he had returned from heart surgery operation، يعني سأل المساعد الصحي عن مريض معين وما إذا ما كان يعني المريض ده عاد من العملية الجراحية في القلب. ففي الحالة دي which of the following is the appropriate response from the health assistant، يعني ما هو الفعل المناسب أو رد الفعل المناسب من المساعد الصحي، يعني يجاوب على الزائر ده بأنهي رد فعل. هيبقى هنا عندنا رقم دي، ودي يعني تبقى حاجة معروفة وعارفها إن أنت في حالة لو سألك أي حد غير أهل المريض ماشي اللي هما المفترض إن هما يعرفوا أخبار المريض، فلو حد سألك عن حال أحد المرضى فأنت بتقول I am not convert to talk about patient cases، يعني أنا لست ليس لدي الحق أو غير مسموح لي إني أتحدث عن حالة المرضى ماشي. يعني أنت كده
بتخرج نفسك من المسؤولية، بتقول أنا غير مسموح لي إن أنا أتكلم عن حالة المريض، ماشي، أو لست مخولا عن التكلم عن حالة المريض. رقم 939، why are health assistants required to monitor incoming call to doctors in the office medical؟ يعني هنا الطبيب وهو موجود في المكتب الطبي أو غرفة الكشف مثلا، فهنا بيبقى فيه health assistant، فيه مساعد صحي بيبقى مسؤول عن استقبال المكالمات للطبيب، ماشي. هنا هيبقى الإجابة to manage the time of doctor، يعني لإدارة وقت المريض، الطبيب لإدارة وقت الطبيب، أو يعني بمعنى أصح إن هو إنه المحافظة على وقت الطبيب، يعني الدكتور ما يبقاش عنده وقت إن هو يرد على المكالمات لإنشغاله بالمرضى، فهنا بيبقى فيه health assistant مساعد صحي مسؤول عن إن هو يستقبل المكالمات اللي هي جاية للمكتب الطبي. السؤال اللي بعد رقم 940، health assistant cared for a patient who died، يعني المساعد الصحي بيقوم برعاية مريض مات يعني أو توفى توفاه الله. The patient family members expressed their gratitude for the sympathy shown by the health aid. عائلة المريض الميت ده عاوزين يعربوا عن امتنانهم للتعاطف الذي أظهره المساعد الصحي، ماشي، عاوزين يعني يكافئوا المساعد الصحي بسبب حالة التعاطف اللي شافوها منه تجاه الشخص المتوفى. Which of the following statements that the patient family members meet or might see would violate the code of ethics if they accepted have a health aid؟ يعني أيا من العبارات التالية التي قد يقولها أفراد أسرة المريض ومن شأنها أن تنتهك مدونة الأخلاق إذا قبلها المساعد الصحي. يعني لو هنا أسرة المريض اللي هو توفى ده حبت تعمل حاجة معينة أو تقول حاجة معينة للمساعد الصحي، فلو عملت الحاجة دي هتعتبر انتهاك لوثيقة وثيقة الأخلاق. هنا هيبقى الإجابة عندنا رقم دي، Let me give you a prepaid gift card so you can buy something special for it with it for yourself. ماشي، يعني هنا لو أسرة المريض قالت له خلينا نديك نظام كارت يعني مدفوع مسبقا، ماشي، كهدية بحيث ان انت لو حبيت تشتري حاجة لنفسك، فهنا يعتبر ده يعني عاوزين يديله بشكل معروف يعني او بشكل اضاف عاوزين يديله اكرامية او زي ما بيقولوا عليه كده تيبس يعني، فهنا هيعتبر ده ضد او ينتهك وثيقة الاخلاق، فما ينفعش المساعد الصحي ان هو يقبل بحاجة زي كده، وما ينفعش اسرة المريض ان هي تقدم حاجة زي كده للمساعد الصحي، وده هيبقى ضد الكود اوف ايسكس اللي هي مدونة الأخلاق. رقم 941، health assistant in the long term care department is following the morning care of an adult patient with a moderate case of dementia. يعني هنا المساعد الصحي في قسم الرعاية الصحية طويلة الأجل is following the morning care، يعني بيعمل اللي هو الرعاية الصباحية لمريض كبير في السن وعنده حالة متوسطة من الخرف، ماشي، مرض الخرف اللي هو
بيصيب كبار السن ولكن حالته متوسطة. Which of the following should a health aid do when it is time to get addressed؟ هنا المريض ده المساعد الصحي عاوز ان هو جه وقت ان هو يلبس، ففي الحالة دي المساعد الصحي هيعمل ايه؟ ماشي، لما بيجي وقت ان هو المريض لابد ان هو يلبس ملابسه، هنا هيبقى عندنا الإجابة رقم B، ask the patient to choose a shirt to wear. ماشي، يعني هنا مش هتجبر المريض ان هو يرتدي يعني شيرت او قميص معين. ماشي، فانت ايه بتسأل المريض ان هو ايه يختار الشيرت القميص اللي هو ايه بيحب يلبسه او اللي بيفضل ان هو يلبسه. واي سؤال يجي لك في حاجة ان المريض يعني تعمل له اي اجراء، فلو فيها حاجة ان انت بتسأل المريض ان هو يختار الحاجة دي، فانت ايه تختار الاجابة دي. يعني كل ما انت بتدي حرية للمريض ان هو يشارك زي ما قلنا في القرار اللي بيخص رعايته او بيخص نفسه، فانت ايه ده بتبقى افضل حل ان انت تعطي مساحة للمريض ان هو يشارك في القرار. فهنا عندنا الإجابة رقم B، ask the patient to choose a shirt to wear، يعني تسأل المريض أنه يختار القميص الذي سوف يرتديه. رقم 942، what action can be taken to prevent a medication error؟ يعني ما هو الفعل أو ما هو الإجراء الذي يمكن اتخاذه لمنع الأخطاء الدوائية؟ يعني عشان خاطر ما يحصلش خطأ عند إعطاء الدواء، فالفعل أو الإجراء المناسب إن أنت تعمل documentation أو documenting، إن أنت تعمل نظام إن أنت توثق، ماشي، أو إن أنت يعني إيه بتكتب الميديكيشن العلاج، ماشي، اللي هو name of medication اسم العلاج، والدوز اللي هو الجرعة، والميثود اللي هي طريقة إعطاء العلاج، والتايم يعني وقت إعطاء العلاج. ماشي، طبعا ده فيما يخص العلاج، لكن طبعا احنا عندنا برضك الحاجات اللي بنوثقها هي برضك اسم البيشنت، ماشي، اللي هو ايه اسم المريض، ولو برضك ليه رقم معين، ماشي، بنكتبه ايه برضك في الفايل بتاع ايه إعطاء العلاج. فهنا لو بتوثق العلاج فتكتب الميديكيشن الاسم والدوز الجرعة والميثود الطريقة والتايم اللي هو وقت إعطاء العلاج. عندنا إجابة رقم B، ماشي، هي الصحيحة. رقم 943، A health assistant help to perform coughing and deep breathing exercise during the post-operative period. هنا المساعد الصحي بيساعد المريض ان هو يقوم بتمارين التنفس العميق والكحة بعد فترة او في اثناء فترة ما بعد العملية. ودي كنا قلنا قبل كده ان احنا بنساعد المريض ان هو يعمل تمارين تنفس عميق وكحة بعد العملية عشان خاطر نحافظ على الايروي على الممر الهوائي. The surgery is straight forward، ماشي، إنك الجراحة بسيطة ومباشرة، يعني حاجة بسيطة. بيقولك supporting the surgical site with a pillow during exercise help which of the following، يعني إحنا زي إحنا قلنا قبل كده هنشوف صورة هنا للمريض وهو بيعمل اللي التنفس أو التمارين التنفس، بيحط مخدة بحيث إن هو أثناء الكحة والتنفس العميق زي ما إحنا شايفين كده، فبيحط هنا مخدة بحيث إن هو يحطها على مكان الجراحة على مكان الخياطة بتاع الجراحة. فهنا طبعا هنا هيبقى أكتر حاجة إحنا بنعمل الإجراء ده إنه نحط مخدة على مكان الجراحة، ماشي، إن هو البين ريليف
ان هو يقلل الالم ماشي نتيجه طبعا الخياطه لو هو بيكح فالمسلز العضلات هتعمل ضغط على الانسجن على ايه مكان الجرح والخياطه فهيحصل الم فهنا ايه بنحط المخده دي ونخليه يضغط على مكان الخياطه ويعمل سبورتنج عليه عشان تقليل الالم يبقى الاجابه رقم ايه بين ريليف لتقليل الالم رقم 944 what should replace it from its previous effect urinary catheter drainage lost by mistake يعني هنا هي معنى السؤال بيقول لك هتعمل ايه في حاله لو الكاثيتر درينج يورينري كاثيتر درينج اللي هي اصطلت البول يعني اتخلعت او فقدت بالخطا هنا هيبقى الاجراء ان هو ايه تل ذا نيرس immediately يعني هتخبر الممرض او الممرضه فورا لان هي المسؤوله عن اليورينري كاثيتر عن مسطره البول وفي الحاله دي ممكن ان هي تركب له واحده جديده او تبلغ الطبيب ماشي فرقم بي تل ذا نيرس immediately رقم 945 An out of service health assistant visited a friend of his and his friend said يعني هنا بيقول لك المساعد الصحي وهو خارج الخدمة يعني موجود مثلا في الشارع موجود عند موجود في البيت a friend of his يعني بيزور صديق له ماشي and his friend said I heard that my neighbor is in your hospital how is he هنا هو راح يزور صديق لي المساعد الصحي فصديقه بيسأله بقى بيقول له أنا سمعت إن جاري موجود في المستشفى عندك هو عامل إيه أو أخباره إيه how should the health aid response في الحالة دي المساعد الصحي يرد بإيه زي ما احنا قلنا قبل كده شخص أو في حد مش من عائلة المريض وليس له حق ان هو يعرف اخبار المريض فانت في الحالة دي ما ينفعش ان انت تبلغه ماشي قانونيا واخلاقيا بحالة المريض فهتقول له رقم بي I am sorry but I can't talk to anyone in the hospital ماشي يعني انا اسف ولكن غير مسموح لي ان انا اتكلم عن حد في المستشفى ماشي يعني ما ينفعش ان اتكلم عن مريض موجود في المستشفى لانه طبعا ده مش من عائلته رقم 946 الهيلث اسيستنت اكسيدنتلي سنيزد ان ذا دايركشن اوف ذا بيشنت فود يعني المساعد الصحي عطس بشكل مباشر باتجاه طعام المريض وايل فيدنج هيم يعني اثناء ما هو بيقوم بطعامه what should a health assistant do في الحالة دي المساعد الصحي هيعمل ايه بقى الاجراء الصحيح ان هو get a new food try to patient يعني ان انت بتجيب له صينية يعني بتجيب له طعام جديد او صينية طعام جديدة للبيشنت يعني بتتخلص من الاكل اللي موجود وبتجيب له صينية طعام جديدة بحيث ان المريض يعني لا يتأذى من العطس وممكن ان هو ما ياكلش فانت لما تجيب له طعام جديد فالمريض ميبقاش عنده حجة ويكمل اكل رقم 947 طبعا برضك مش عشان موضوع الحجة برضك احنا انت المريض عطست فبالتالي انت بتمنع الانفكشن او ان هو يحصل عدوى خاصة لو مريض المناعة بتاعته قليلة فانت بتجيب له طعام جديد رقم 947 A meal has arrived containing a solid piece of meat roast potatoes bread and coffee and milk for a patient who has difficulty swallowing يعني في وجبة جت ماشي وفيها قطعة لحم صلبة وبطاطا مشوية وقطعة خبز وكافي قهوة وحليب ماشي
لمريض بيعاني من صعوبة البلع. What is the first procedure to be done؟ ماشي، أول إجراء أنت تقوم به في هذه الحالة، مريض عنده صعوبة في البلع وجايل له قطعة صلبة من اللحمة وبطاطا مشوية فأنت في الحالة دي hold the trial، يعني بتحجز، يعني بتحجز الصينية أو بتحمل الصينية while checking the patient list، ماشي، وتفحص قائمة الغذاء أو قائمة النظام الغذائي للمريض، يعني أنت ما بتخليش المريض يأكل منها، تعمل لها حجز، ماشي، تحجزها عنه، وتفحص قائمة النظام الغذائي بتاعه، بتشوف هل هي الأكل ده الطبيعي بتاعه أو المظبوط بتاعه ولا جه بالغلط، فبتراجع المطبخ في الحالة دي. رقم 948 Which statement about emptying urine drainage bag is true؟ يعني أي من العبارات التالية عبارة صحيحة حول تفريغ كيس جمع البول؟ فقبل كده احنا أخذنا السؤال ده ومر علينا قبل كده، وحتى كان محلول رقم دي، قلنا لا، الحل الصحيح هيبقى رقم سي ساعتها، وانت تفتكروا ان يبقى ان كلامب ذا امتنج از بوت اون ذا يورين درينج باج، يعني هتقوم اول حاجه بفك انبوب التفريغ، ماشي، الموجود على كيس جمع البول، ماشي، اللي هي الكلامب اللي هي الصمام اللي بيبقى قافل كيس جمع البول، ماشي، بتقوم بفتحه واند الاو اول اوف ذا يورين تو درين into a graduate، ماشي، يعني هو وتخلي البول ينزل من كيس جمع البول بعد ما فتحت الصمام ده، وتخلي البول ينزل في جرادويت، يعني عبارة عن إناء مدرج عشان يعني تقيس البول اللي نازل ده، تقيس كميته. that has been placed on a paper towel on the floor underneath the urine drainage bag. والإناء اللي هو المدرج ده اللي انت نزلت البول فيه بيبقى حاطين تحتيه نظام بيبر، حاطين ورقة بيبر تاول، يعني منديل ورق أو منشفة ورقية، بيبقى حاطينها تحت الإناء المدرج ده ومحطوطة ايه، محطوطة على الفلور، على الأرضية بتاعت المستشفى أو بتاعت القسم اللي موجود فيه المريض. فهذه الطريقة، وقبل كده يمكن لو تفتكروا عرضنا فيديو زي ما احنا شايفين كده، ده الإناء المدرج والتاول أو الورقة، ماشي، المنشفة الورقية اللي موجودة تحت الإناء المدرج، وهي تفتح الكلام، ماشي، الصمام اللي بيبقى قافل كيس جمع البول، وتبدا تفتحه وتفرغ البول في الايه، في الاناء المدرج، ماشي. وطبعا بعد كده الخطوه اللي بعدها ان هي ايه، بتقفل الكلام بتاني، ماشي، الخطوه اللي بعدها بتقفل الكلام بتاني و عشان خاطر طبعا قلنا قبل كده عشان تقيس كمية جمع البول، هي بتنظر ليه على مستوى عينك، ماشي، للمستوى اللي وصل عنده البول في الإناء، بتنظر إليه على مستوى العين، وبتوثق أو بتكتب الكمية في الشيت في الورقة بتاعت المريض في الانتيك والأوتبوت في الداخل والخارج. سؤال رقم 949 A health assistant answered the unit phone، يعني المساعد الصحي بيجيب على التليفون بتاع الوحدة اللي هو شغال فيها، and the caller was a doctor ordering recommendation for the patient، والطبيب بيقوم
أو يأمر بتوصيات للمريض، يعني المتصل على التليفون الطبيب وبيأمر بتوصيات أو بأوامر للمريض. What should the assistant do؟ يعني في الحالة دي المساعد الصحي هيعمل إيه مع الطبيب؟ ماشي، اللي هو عاوز يملي أو بيأمر بتوصيات للمريض عن طريق التليفون. هنا المساعد الصحي ما معلوش مسؤولية أو ليس له الحق إن هو take instruction from the doctor and return them to me for oral confirmation. يعني اللي هنا المساعد الصحي ده دور الممرض أو الممرضة إن هو يأخذ التعليمات، ماشي، ده دور الممرض وليس المساعد الصحي إنه يأخذ التعليمات ويعيدها مرة تاني أو يقولها تاني مرة تاني للطبيب بحيث إنه إيه يتأكد يعني إن هي دي التعليمات بشكل صحيح. وهنا برضو بيقول لك رقم C الدكتور is asked to wait، يعني ما تقولش برضو للطبيب إن هو ينتظر أثناء ما هو هيبلغ الممرضة إن هي تيجي وتاخد الكول التليفون، يعني ممكن الطبيب يبقى وقته ضيق ماشي وما يقدرش إن هو ينتظر والممرضة تبقى مشغولة متجيش بسرعة. هنا هيبقى رقم دي برضك he tells the doctor that the nurse is busy and he tells him about an important information about the patient. يعني إن هي هتخبر المريض إن هو الممرضة مشغولة، هتخبر الطبيب إن الممرضة مشغولة وتديله معلومات عن البيشنت عن المريض، ده برضك مش دور المساعد الصحي. لكن هنا دور المساعد الصحي إن هو هيخبر tells the doctor that the nurse is busy and ask him to call back. يعني انت هنا دورك ان انت حلقة وصل ما بين الطبيب والممرضة في ان انت تخبر المريض، تخبر الطبيب ان هو الممرضة مشغولة وان هو يتصل في وقت ايه يتصل مرة اخرى تكون الممرضة ايه يعني بقت غير مشغولة وتقدر ان هي تأخذ التعليمات من الطبيب. طبعا ده في حالة لو مفيش حاجة ضرورية أو emergency أو حاجة طارئة، لكن لو في حالة إيه في حاجة طارئة بيتغير الوضع، ممكن المساعد الصحي يأخذ التعليمات لأن طبعا دي حاجة إيه طارئة. لكن إحنا بنتكلم هنا إن هي تعليمات عادية، يعني ممكن الطبيب يتصل مرة تانية ويمليها في وقت آخر، عشان واخدين بالنا حاجة إيه لو كان كلمة emergency طوارئ فلا بد ان انت هنا اللي المساعد الصحي ممكن ياخد التعليمات ويبلغها. رقم 950 A patient suffering from Alzheimer's disease is prevented from showering because he feels that the water is like pins. يعني هنا مريض بيعاني من الزهايمر، ماشي، بيكون رافض الاستحمام لأنه بيبقى حاسس إن المية وهي بتتساقط عليه زي الدبابيس، يعني مؤلمة كأن في دبابيس يعني بتنغص في جسمه. يعني which of the following is most appropriate to console the patient، يعني ما الذي أو ما هو الأنسب لأن أنت تقوم بتعزية البيشنت، تعزية المريض، يعني ان انت ايه تقوم بمواساته عن طريق ايه بقى، ان انت هتقول له there are no pins in the shower room، ان انت هتبدا ان انت تقنعه ان مفيش دبابيس في الشاور روم في غرفة الاستحمام، يعني تخليه ان هو يعني يعدل قراره ويستحمى أو يدخل الشاور روم غرفة الاستحمام وياخد شاور. رقم 951 يقول لك urinary catheter collection bag for a patient containing 50 ملي at 8 PM. هنا الكيس جامع البول بتاع المريض كان فيه 50 ملي الساعة 8 مساء، ماشي، كيس جمع البول فيه 50 ملي الساعة 8 مساء. And at 10 in the evening the bag contained
100 مللي اوف يورين، وبعدها بساعتين الساعة 10 لقينا الكمية وصلت ل 100 مللي في كيس جامعة بوت. What's the amount of urine entered by the patient in a period of 2 hours between من 8 ل 10؟ يعني سؤال سهل جدا مش محتاج حساب. يعني هو كان الساعة 8 50 مللي، والساعة 10 بقت الكمية 100 مللي. في الساعتين دول الكمية هتبقى قد ايه اللي هي المريض أضافها لكيس جمع البول أو خرجت منه في كيس جمع البول؟ هنقسم 50 من 100 هيطلع 50 مللي. هنا عندنا الإجابة رقم A مش رقم D، يبقى الإجابة رقم A 50 مللي، يعني دي الكمية اللي جابها المريض أو خرجت من المريض في الساعتين من 8 ل 10 مساء. رقم 952 A medical assistant notice a patient crying silently which or what is the appropriate reaction in this case. يعني المساعد الصحي يلاحظ على احد المرضى ان هو بيبكي بشكل يعني بشكل خافت او بشكل صامت، فهنا انسب رد فعل للمساعد الصحي في هذه الحاله يعمل ايه مع هذا المريض اللي بيبكي؟ فهيساله is anything wrong، يعني هل هناك شيء خاطئ؟ يعني بمعنى صح ان هو عاوز يعرف السبب البكاء بتاعه، فيقول له رقم ايه هنا is anything wrong، يعني هل يوجد شيء خاطئ، فبحيث يعرف سبب البكاء. رقم 953 a 16 year old، ده السؤال ده خدناه بكده. 60 year old male patient entered، يعني عندنا هنا مريض عنده 60 سنة، ماشي، رجل ذكر، و entered دخل المستشفى with anxiety، عنده قلق و dizziness، ماشي، والمريض عنده يعني عنده دوار أو إن هو يعني مشكلة في درجة الوعي، دوخة يعني، ونمبنس تنميل في اللبس في الشفتين والهند وفي اليدين. examination show rapid breathing، وبالفحص لينا عنده تنفس سريع. what's the possible cause، هنا يبقى السبب ايه بقى؟ احنا قبل كده قلنا لو التنفس سريع وفي numbness يعني في تنميل في اليدين والشفتين ودوخة، دي بتبقى أعراض لحاجة اسمها الهايبر فنتيليشن، ماشي، الهايبر فنتيليشن، ودي بتحصل بسبب مش الاكسسيف بريسنس اوف كربون دايوكسيد، مش زيادة وجود ثاني أكسيد الكربون في الدم، ولكن الـ العكس، ماشي، اللي هو ايه بسبب اللي الهايبوكسيا اوف كربون ديوكسيد ان بلاد، يعني قله او ديكريست ثاني اكسيد الكربون في الدم، يعني لما بينزل كميه ثاني اكسيد الكربون في الدم، فهنا في الحاله دي بيحصل ايه الهايبر فنتيليشن. قلنا قبل كده الهايبر فنتيليشن دي نقص ثاني اكسيد الكربون في الدم، بيعمل لنا حاجة اسمها الريسبيراتوري الكالوزيس، ماشي، يعني هي اسمها هايبر فنتيليشن أو الريسبيراتوري الكالوزيس. زي ما احنا شايفين كده الريسبيراتوري الكالوزيس من ضمن أعراضه الأنكزايتي القلق، ماشي، و في هنا عندنا النمبنس تنميل أو التنجلينج أوف إكستريميتي في الأطراف، يعني تنميل في الأطراف، ماشي، وزيادة أو في هنا عندنا برضو هنلاقي إيه التنفس الإسبيراتوري ريت عالي، ماشي، فاللي هي الهايبر فنتيليشن، ماشي، بيبقى الريت المعدل عالي والدبس اللي هي العمق بتاع التنفس عالي، ماشي. وقلنا قبل كده الحالة دي بيسموها البانيك أتاك، اللي هي أحيانا بيحصل مرحلة
اللي هي مرحلة الذعر أو بانيك أتاك. دي برضو في البانيك أتاك بيبقى برضو فيها الهايبر فنتيليشن، ماشي، وبيحصل فيها النامبنس والتنجريك والتنميل، واللي هي قلنا الديزينس اللي هي الدوخة، وقلنا النمب البانيك أتاك دي بتبقى بسبب الانكزايتي أو القلق الشديد أو الخوف الشديد، فبيحصل البانيك أتاك اللي هي مرحلة الألم الشديدة. يبقى هنا الإجابة عندنا رقم دي، ده بيحصل اللي هي الهايبر فنتيليشن أو الأعراض دي بتحصل بسبب هيبوكسيا أوف كربون دايكسيد إن ذا بلاد، يعني قلة أو انخفاض ثاني أكسيد الكربون في الدم. فبرضو تذكروا الهايبر فنتيليشن والهايبر فنتيليشن لأن بيجي عليه حاجات بشكل متكرر. رقم 954 عندنا هنا old woman، سيدة عجوز أو امرأة عجوزة عندها 82 سنة، came to her to the reception، يعني جت لقسم الاستقبال، and was unable to answer for related questions، وما عندهاش القدرة إن هي تجاوب على اللي غير قادرة إن هي تجاوب على الأسئلة اللي بتتسألها. The patient previous record showed no mental or psychological impairment، ما عندهاش أي مشاكل في الحالة النفسية أو في الحالة العقلية. What is the potential barrier to language communication، إيه ممكن يكون سبب عدم التواصل أو العائق المحتمل أمام التواصل اللغوي؟ ليه هي بتبقاش قادرة إن هي تجاوب على الأسئلة وتتواصل مع الناس؟ هنا هيبقى أقرب حاجة إن هي واحدة كبيرة في السن، فسنها كبير 82 سنة، هيبقى أقرب حاجة إن هي عندها hearing impairment، يعني صعوبة في السمع، ماشي، أو مشكلة في السمع، فهنا هيبقى ده أكتر سبب أو أقرب سبب إن هو إيه مش قادرة إن هي تتواصل وإن هي تجاوب على الأسئلة، إن عندها مشكلة في السمع، ماشي. رقم 955 nursing assistant work in a lot of different places، يعني هنا المساعدين تمريض يعملون في أماكن أو في أماكن كثيرة مختلفة. One place that CNA، هنا بيقول لك CNA، هنا CNA دي اختصار لكلمة Certified Nursing Assistant. Certified Nursing Assistant يعني مساعد صحي مدرب Certified. هنا بيقول لك one place that CNA work is skilled nursing facility، يعني المكان اللي بيعمل فيه certified nursing assistant ده بيحتوي على skilled nursing assistant، يعني تمريض مدرب، ماشي. فبيقول لك this type of facility is also called، ماشي، احنا قلنا قبل كده النيرسينج هوم، النيرسينج هوم فاسيليتي اللي هي الرعاية الرعاية التمريضية اللي بتبقى في المنزل، ماشي، دي بيبقى فيها السكيلد نيرسينج، بيبقى فيها بتحتاج لتمريض ماهر أو تمريض مدرب، فبتبقى في النيرسينج هوم، ماشي. وقبل كده شفنا الموضوع ده. عندنا هنا بيتكلمك بيقولك النيرسينج اسيستنت ان لونج تيرم كير، يعني في الرعاية طويلة الأجل. هنا بيقولك ان هي مقارنة للأزر هيلث كير سيتنج، للرعايات الصحية المختلفة أو الأنظمة الصحية الأخرى، هنا بتحتوي على السكيلد كير، ماشي، على اللي ومن ضمنهم طبعا السكيلد نيرسينج أو على إيه اللي التمريض المدرب. فهنا النيرسينج هوم ده بيبقى فيه السكيلد كير أو سكيلد نيرسينج، بيبقى النيرسينج هوم. بعد كده رقم 956
many people particularly older people بيقول لك كثير من الناس خاصة أو خصوصا الكبار السن go to what kind of health care facility after they are discharged from a hospital after a stroke. يعني بيذهبوا لنوع من الرعاية الصحية أو مكان للرعاية الصحية مكان معين بعد ما بيخرجوا من المستشفى وكانوا بيعانوا يعني من السكتة الدموية. فهنا المكان اللي بيروحوا له الناس اللي هم كبار السن اللي كانوا عندهم سكتة دموية بعد ما بيخرجوا من المستشفى في المكان ده أو الفاسيليتي دي بتسمى السب أكيوت كير سنتر. ماشي رقم إيه السب أكيوت كير سنتر ده المكان اللي بيروحوا له الناس اللي بتعاني من الستروك. طبعا دي حاجة صعبة السكتة الدماغية. فبعد ما بيخرجوا من المستشفى بيحتاجوا فترة معينة إن هم إيه لفترة نقاهة خاصة لو الاستروك دي عملت شلل أو عملت أي مشكلة في الجسم فبيحتاجوا لفترة من النقاهة وفترة برضو من العلاج المكثف فقبل إن هم قبل ما يروحوا للمستشفى. ويمكن نشوف هنا الـ Subacute Care Facility ماشي هي عبارة عن هنا زي ما بيقول لك هنا Subacute Care ده هو الريكفري بيجين يعني فترة النقاهة أو الريكفري بتبدأ بيجين يور اندبندنس يعني تستعيد استقلاليتك and get home as soon as possible وترجع المنزل بشكل أسرع. ده طبعا إعلان للـ Subacute Care ماشي بيقول لك talk to us يعني يبقى ده اللي مسؤولية السب أكيوت كير سنتر أو اللي بيحصل في السب أكيوت سنتر إن هو إيه بيعمل نقاهة للمرضى اللي خارجين من الستروك وقبل وصولهم للمنزل أو قبل انتقالهم للمنزل. رقم 957 CNA اللي هي Certified Nursing Assistant والـ MA اللي هو Medical Assistant المساعد الصحي ومساعد التمريض والـ RN اللي هي Registered Nurse اللي هي التمريض المسجل All Provide Care for 10 Patients يعني بيقدموا دول الفريق ده بيقدم رعاية لعشر مرضى ماشي إن Subacute Facility في قلنا اللي المرفق اللي هو الرعاية Subacute دي. فـ What is the term for this collaborative approach to patient care يعني هنسمي بقى التعاون collaborative approach يعني طريقة التعاون بين هذا الفريق الطبي ماشي في تقديم الرعاية الصحية للمريض. هنا هيطلق عليه التيم نيرسينج أو فريق التمريض ماشي دي طبعا هنا بيعملوا بشكل فريق أو في هيئة فريق بشكل تعاوني فنقول عليه التيم نيرسينج ماشي ده طريقة تقديم الرعاية اللي هو التيم نيرسينج جاب رقم C. رقم 958 CNA اللي هي Certified Nursing Assistant is covering another CNA lunch break on another floor يعني هنا في مساعدة صحية بتغطي على مساعدة صحية تانية بتأكل في غرفة تانية يعني مساعدة صحية بتأكل وبتتناول الطعام في غرفة تانية والمساعدة الصحية التانية أو المساعد الصحي التاني بيقوم بالتغطية أو يعني بيشوف الشغل أو بيشير الشغل بتاعه يعني أثناء فترة الراحة. She answered the light for a patient who complained of chest pain يعني دلوقتي هي
ردت على على الإنذار بتاع مريض ماشي عنده شست كومبلين، يعني عنده إيه ألم في الصدر. هنا هو شد زي سي إن إيه ريبورت زي سفندنج تو، يعني في الحالة دي هتبلغ الملاحظة اللي هي شافتها أو اللي هي إن هي لقيت مريض عنده شست بين عنده ألم في الصدر، هتبلغ الملاحظة دي أو المشكلة دي هتبلغها للنيرس للتمريض. فهو أنا جايب لك هنا بس الحتة الأولانية دي إن في مساعدة صحية تانية وبتاكل وواحدة بتغطي عليها عشان خاطر في هنا يقول لك مثلا إيه أنت هتبلغ الملاحظة دي للنيرس الممرضة ولا للمساعدة الصحية اللي هي إيه رجع من الغذاء أو رجع من الأكل بتاعها. لا هنا طبعا في حالة برضو في مساعدة صحية بتاكل أو ما بتاكلش، بغض النظر عن الحتة دي عن الجزئية دي، هنا أنت بتبلغ أو المساعد الصحي بيبلغ الملاحظة بتاعته للنيرس للممرضة أو الممرض. رقم 959 959 بيتكلم you are asked to complete a bill change for 300 بوند، يعني انت دلوقتي بتغير السرير او بتقوم بتغيير فرش السرير لمريض بوزنه 300 رطل، يعني المريض وزنه كبير جدا وانت عاوز تغير له الفرش بتاع السرير. هو از موبايل، يعني ايه موبايل؟ يعني ايه لا يستطيع الحركة عندي difficulty to turn، وفي صعوبة ان انت ايه يعني ايه تحركه او ان انت تقلبه اثناء تغيير الفرش. You feel uncomfortable changing the bed yourself، يعني انت غير حاسس بالراحة ان انت تقوم بفرش السرير لوحدك. What is the next course of action، يعني هتعمل ايه في الحالة دي ماشي، او ما هو مسار العمل؟ هنا هيبقى الحالة دي ان انت تطلب المساعدة او ان انت تستعين بحد تاني عن طريق ان انت schedule a time with another nurse or CNA to have assistance during the bed change، يعني تحدد او تعمل جدول مع مساعدة تمريض تانية او مساعدة تمريض تاني او ممرضة ماشي، ان هو يساعدك في تغيير السرير ماشي، سواء ان انت تساعده مثلا في حاجة تانية او ان انت لو هو عنده وقت يساعدك في تغيير السرير. هنا الاجابة رقم ايه. اخر حاجة ناخدها النهاردة 960 which duties would be performed by CNA in team nursing، يعني certified nursing assistant دي ما هي الواجبات التي تقوم بها في الفريق التمريض. هنا واجبات الـ Certified Nursing Aid إن هي أول حاجة Assessment of the Heart and the Lung، يعني تعمل تقييم لحالة القلب والرئتين للمرضى، و Teaching the Physical Therapy Exercise، يعني تعلم أو تقوم بتعليم تمارين العلاج الطبيعي ماشي تمارين طبيعية، وآخر حاجة taking vital signs و blood sugar reading، يعني بتقوم بقياس العلامات الحيوية وقياس نسبة السكر في الدم. هنا عندنا الإجابة all of the above، يعني كل ما سبق. إن شاء الله المرة الجاية نكمل نخش على legal and ethical aspect of certified nursing aid، وإن شاء الله نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.